بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وبهذا تظهر حكمة القرآن، حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. وأيضا فقد قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله يبين أن الله تعالى في كتابه العظيم في ثلاثة مواضع فرق بين الإيمان والإسلام. الموضع الأول في سورة الحجرات، قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. فرق بين الإيمان والإسلام، أثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإسلام، ونفع عنهم الإيمان. الموضع الثاني في سورة الذاريات، فيقول تعالى: فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الموضع الثالث في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فهذه ثلاث مواضع في القرآن الكريم. وكذلك أيضا جاء في السنة، سيذكر المؤلف رحمه الله حديث سعد ابن أبي وقاص الذي رواه الشيخان وغيرهما، أنه لما وصفه سعد بالإيمان قال: أو مسلم. فرق بين الإيمان والإسلام. نعم. وأيضا فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم. قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن؟ فقال: أو مسلم مرتين أو ثلاثا. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. قال الزهري رحمه الله: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العلم. العمل، والإيمان العمل. مثل العلم خطأ، خطأ مطبع، صلح العمل. فأجاب سعدا بجوابين، أحدهما هذا الحديث، وحديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، يعطي أن أعطاهم من الغنائم يتألفهم على الإسلام، يتألفهم على الإسلام، فأعطى رجال وترك رجال. يعطيهم يتألفهم على الإسلام، لا يعطي الهوى الشهوة، لا، لكن يعطي ضعفاء الإيمان حتى تقوى إيمانهم، حتى لا يرتدوا، يعطيهم من المال حتى تقوى إيمانهم، وأقوياء الإيمان لا يعطيهم، يكلهم إلى إيمانهم. فعطاه عليه الصلاة والسلام لله فليس على الهوى. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا وترك رجلا، قال سعد: هو أعجبهم إلي، أرى أنه مؤمن، كيف يترك الرسول ما يعطيه؟ ما يدري ما الحكمة فيه، يظن أنه يعطيهم لمن كان قوي الإيمان يعطيه ومن كان ضعيف الإيمان لا يعطيه. فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ ما أعطيه، فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم، ما بلغ درجة الإيمان. فسكت سعد. يقول: ثم غلبني ما أجد، أعرف الرجل، قلت: يا رسول، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم مرة ثانية، ثم فسكت سعد. ثم غلبه ما يجد، فقال مرة ثالثة: يا رسول الله، ما لك عن فلان ما أعطيته؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في تمام الحديث: إني أعطي رجالا وأدع رجالا، أعطي رجالا وأدع رجالا، يعني أعطيه تألفهم على الإسلام، أعطي رجالا وغيرهم أحب إلي ممن أعطيتهم، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، يعني خشية أن يرتد ضعيف الإيمان إذا ما أعطي ارتد، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته مثله انقلب على وجهه ارتد، خسر الدنيا والآخرة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتالا يا سعد، قتال، قتالا يا سعد، إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار على وجهه، من خشية أن يرتد. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني
لا أعطي رجالا لما في قلوبهم من الهلع والجزع, وأترك أقواما لما في قلوبهم من الخير, منهم فلان وفلان. فقال من استثناه, ما أحب أن لي الكلمة رسول الله الدنيا وما فيها, استثنى منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي يتألف على الإسلام. والشاهد الآن من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإسلام ونفعه الإيمان. أما قول الزهري فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان والعمل, هذا سبق في مسمى الإسلام قلنا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول الزهري وجماعة أن الإسلام هو كلمة يعني نطق الشهادتين, والإيمان هو العمل الأعمال, وقال بهذا غير الزهري جماعة. لكن الزهري إمام, وليس مقصوده الإمام الزهري رحمه الله أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان, لا, فالمقصود أن الكافر إذا نطق بالشهادتين تميز عن اليهودي والنصراني وحكم له بالإسلام, وإلا فالعمل داخل في مسمى الإسلام. سبقا قلنا أن مسمى الإسلام في ثلاث أقوال أو أربعة أقوال. هذا القول الأول أن الإسلام هو كلمة, والثاني هو الإيمان العمل, والثاني أن الإسلام والإيمان مترادفان, الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام, والثالث أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة, والرابع القول الصحيح الراجح أنها تختلف دلالة الإسلام والإيمان بالتجرد والاقتران. إذا قلنا الإسلام بالإيمان صار لكل واحد منهما معنى, صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل. وإذا أطلق الإسلام وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة, وإذا أطلق الإيمان وحده دخل في الأعمال الظاهرة والباطنة. هذه أقوال. نعم. فأجاب سعدا بجوابين, أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. هذا الجواب الأول, أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سعد هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلم, ما وصل إلى درجة الإيمان ما وصل, ولهذا قال ما لك عن فلان قول الله إن لا أرغم, فقال أو مسلم ما وصل إلى درجة الإسلام, لأن المسلم هو الذي عنده تقصير في بعض الواجبات, ومؤمن موحد لكن عنده تقصير في بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات, فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مؤمن, صار مؤمن بإطلاق. وإن كان المسلم لا بد له من إيمان يصحح إسلامه, لا بد له من إيمان, لكن ما يطلق عليه اسم الإيمان إذا كان عاصي, بل يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. فإذا أدى الواجب وترك المحرمات صار يسمى مؤمن بإطلاق. فهذا الجواب الأول, قال أن هذا الذي شهد له بالإيمان قد يكون مسلم لكن ما وصل إلى درجة الإيمان بتقصير بعض الواجبات أو تركت أو تركه لبعض أو فعل لبعض المحرمات, فهو يطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. نعم. الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. فيكبه الله في النار على وجهه, وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. هذا الجواب الثاني, أنه لو سلمنا أنه مؤمن كما تقول يا سعد فأنا أعطي المال لمن كان أضعف منه إيمان حتى يتقوى إيمانه, أما هو فهو قوي الإيمان فلا أعطيه, أتركه لإيمانه, أما ضعيف الإيمان هو الذي يعطيه حتى لا يرتد عن دينه لأن لا يحمله الكرمان على ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر هذه المواضع الثلاثة من القرآن الكريم, التفريق بين الإيمان والإسلام, قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا, سورة الحجرات. في سورة الذاريات فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير من المسلمين. في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين, فرق بينهم. في حديث سعد المتفق عليه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم. هذا التفريق بين الإيمان والإسلام اختلف العلماء فيه على قوله, المؤلف يذكرها الآن, يذكر أدلة كل قول. القول الأول أن هؤلاء الذين أثبتت النصوص لهم الإسلام ونفعهم الإيمان منافقون, والمراد بالإسلام الإسلام في الظاهر, وهذا قول الإمام, وهذا ذهب إليه طائفة من أهل السنة وبعض أهل الكلام من البدع كالخوارج المعتزلة, وعلى رأسهم الإمام البخاري يقول هؤلاء الذين أثبت لهم الإسلام ونفعهم الإيمان
منافقون. فالمراد الإسلام الإسلام في الظهر. القول الثاني قول الجمهور، قول جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم ليسوا منافقين ولكنهم ضعفاء الإيمان. أثبت لهم الإسلام، أثبت لهم الإسلام ونفعهم الإيمان، لأن الإيمان المطلق لا بد فيه من أداء الواجبات وترك المحرمات، وهؤلاء ما وصلوا لهذه الدرجة لتقصيرهم في بعض الواجبات أو فعلهم بعض المحرمات، فيطلق عليهم الإسلام وينفع عنهم الإيمان. هذا قولان مشهوران لأهل العلم. إنه المؤلف رحمه الله الإمام الشيخ الإسلام سيذكر القولين ويذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء، ويرجح في النهاية يصل إلى أن قول جمهور السلف والخلف أنهم ضعفوا الإيمان، هذا هو أصح أصل القولين. وإن كان القول الأول قال به الإمام البخاري وجماعة، قول الأول أن هؤلاء منافقون والإسلام الذي أثبت لهم إسلام في الظاهر وفي الباطن منافقون، وهذا ذهب إليه الإمام البخاري في الصحيح وجماعة وبعض أهل البدع كالخوارج المعتزلة. والقول الثاني جمهور السلف والخلف أن هؤلاء ليسوا منافقين ولكنهم ضعفاء، ولكنهم ضعيفوا، ولكنهم ضعيف الإيمان، نفي عنهم الإيمان لتقصيرهم في بعض الواجبات أو فعلهم بعض المحرمات، وأثبت لهم الإسلام لأن العاصي يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان. يعني لا يطلق على العاصي يقال مؤمن هكذا، فلا بد يقيد، يقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. أما إذا كان يؤدي الواجبات ويترك المحرمات تقول مؤمن بإطلاق، تعطيه الإيمان المطلق. ولكن مع كونك تعطي العاصي لا تعطيه الإيمان المطلق، لا تنفي عنه اسم الإيمان، ما تقول ليس بمؤمن أيضا. العاصي ما تقول مؤمن ولا تقول ليس بمؤمن، ماذا تقول؟ تقييد في النفي والإثبات. إذا كان في الإثبات مؤمن ما تقول مؤمن، تقول تغلط، تقول مؤمن ناقص الإيمان، هذا قيد، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت المرجع، هم اللي يعطون العاصي الإيمان المطلق. ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس مؤمن سكت وافقت الخوارج والمعتزلة. ماذا تقول في النفي؟ ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. لكن متى يكون مؤمن حقا؟ إذا أدى الواجبات، كما قال الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء المؤمنون حقا، هذا يطلق عليهم الإيمان، أدوا الواجبات تركوا المحرمات، وهذا لم يصل، ضعيف الإيمان ما وصل إلى هذا الدرجة. نعم. المؤلف رحمه الله سيذكر القولين وأدلة كل قول. نعم. وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار في الباطن؟ هذا القول الأول. نعم. أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا القول الثاني. فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم. اسمع عندك، هذا مما تنزع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. هذه النسخة اللي عندنا فيه، هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقال الطائفة، نعم نعم، هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم، هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. نعم. فقال الطائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم، هذا القول الأول. القول الأول. نعم. بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. هذا القول الأول هو قول الإمام البخاري وبعض أهل الكلام من الخوارج المعتزلة، قالوا هؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام في قوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا منافقون، الإسلام هذا إسلام المنافقين. هذا ذهب إليه بعض أهل الحديث وعلى رأسهم الإمام البخاري وبعض أهل الكلام. نعم. وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن فلا يكونوا مؤمنين. وقالوا إن الله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا دليلهم، دليلهم قول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قالوا المراد الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام، والإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، مترادفان عند هذه الطائفة. يقول الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهم.
دليلهم قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هو الإسلام والإيمان، وما دام نفي عنهم الإيمان والإيمان هو الإسلام معناه لا يقبل منهم، دل على أنهم منافقون، دل على أنهم منافقون. فهؤلاء أخبر الله أنه أن من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام هو الإيمان، أفرق بينهم. وعلى هذا فيكون هؤلاء نفي عنهم الإيمان والإيمان هو الإسلام، فيكون الإسلام الذي أثبت لهم إسلام المنافقين. نعم. بيانه كل مسلم مؤمن فما ليس من الإسلام فليس مقبولا. هذا عنده كل مسلم مؤمن وكل مؤمن. القول الثاني سيأتي يقول غير هذا، يقول الإيمان غير الإسلام والإسلام غير الإيمان. نعم. فما ليس من الإسلام فليس مقبولا يوجب أن يكون الإيمان منه، وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن، وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. نعم، الكافر المنافق في الباطن لا شك أنه ليس من المؤمنين. نعم. ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية. نعم، يعني المنافق لا يسمى مؤمن إلا عند الكرامية. الكرامية يقولون إذا نطق وبالله الله بك لو تأجله بعد إذا تحسن عشان يشغل السنة لا يخلي بعد الأسنة. نعم. ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية، الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه. يعني الكرامية الآن جمعوا بين المتناقضين في مسمى الإيمان وفي اسم المؤمن وفي حكمه، قالوا إذا نطق الإنسان بالشهادتين نسميه مؤمن، وإذا كان مكذبا في الباطن فهو مخلد في النار، إذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا في الباطن فهو مخلد في النار. فكيف قالوا المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار؟ هل يمكن أن يكون هذا؟ جمعوا بين المتناقضين، وهذا أفسد من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان قول الكرامية، ويلي في الفساد قول الجهمية. الجهمية يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكرامية يقولون الإيمان النطق باللسان ولو كان مكذبا في البعض، إذا نطق باللسان فهو مؤمن كامل الإيمان، ثم بعد ذلك ننظر إلى قلبه، إن كان مصدق فإنه فهو في الجنة، وإن كان مكذب فهو مخلص في النار. هذا من أفسد ما قيل. نعم. ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. نعم، هذا ليس بصحيح، اللي يجعلونهم من الجنة مرجئة. نعم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يعني تسمية المكذب في الباطن مؤمن هذه بدعة، دام مكذب في الباطن كيف نسميه مؤمن؟ هذه بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة، حيث سموا من نطق بشهادة مؤمن ولو كان مكذبا في الباطن. نعم. وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفردت بها الكرامية دون سائر مقالاتهم. نعم. وقال الجمهور من السلف والخلف، هذا القول الثاني، القول الثاني أن المسلم غير المؤمن، فالمسلم هو الذي دخل في الإسلام وأتى بعض الواجبات ولكنه مقصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، والمؤمن هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فالآيات التي أثبتت الإيمان أثبتت الإسلام ونفت الإيمان لا تحمل على إيش؟ على ضعيف الإيمان لا على المنافق، محمولة على ضعيف الإيمان. هذا القول الثاني وافكار شيخ الإسلام تيمية وجمهور من السلف والخلف. نعم. وقال الجمهور من السلف والخلف بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول. فمثل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب ليسوا منافقين لكنهم ضعيف الإيمان، دخلوا في الإسلام من جديد وعندهم ضعف. وقال البخاري وجماعة بل هم منافقون،
لأن الله نفع عنهم الإسلام وفتنهم الإيمان. هذا القول الأول. والقول الثاني أنهم ضعفاء الإيمان، إيمانهم ضعيف وليس كفارا في البعض. نعم. وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. نعم، الإسلام أوسع من الإيمان، أوسع دائرة، لأن الإسلام يطلق على العاصي وعلى المطيع، أما الإيمان فلا يطلق إلا على المطيع، فالعاصي لا يسمى مؤمن بإطلاق. فأيهما أوسع؟ الإسلام أوسع، كل المسلمين يدخلون في الإسلام، العصاة والمطيعون، لكن الإيمان ما يدخل فيه المطيعون، صار أضيق دائرة الإيمان. نعم. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. هذا الحديث صحيح، وهو الشيخان وغيرهم، وهو البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي وابن حبان والبغوي وابن أبي شيبة وغيرهم، هو حديث صحيح. وفي هذا الحديث نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن إيش؟ عن الزاني وعن السارق وعن الشارب، وفي لفظ عن الناهب، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق الخمر حين يسرق وهو مؤمن، وفي لفظ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها في أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. هذا الجمهور السلف قالوا إن هؤلاء الزاني والسارق خرجوا من إيش؟ خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، خرجوا من الإيمان عند الإطلاق المراد، خرجوا من الإيمان إلى الإسلام. يسمى الزاني يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، واضح هذا؟ سميه مسلم ولا نسميه مؤمن. لماذا؟ لأنه فعل كبيرة. وش معنى نسميه مسلم ولا نسميه؟ يعني لا نطلق عليه اسم الإيمان، وإلا معه أي أصل الإيمان هو ليس بكافر. الإسلام لا بد له من إيمان صحيح ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن لما فعل الكبيرة الله يسمى مؤمن حتى يتوب فيسمى مسلم، كذلك السارق وسارب الخمر. واضح هذا؟ هذا مع جمهور أهل السنة. فلا نقول عن الزاني أنه مؤمن، ولا نقول ليس بمؤمن، لا بد من التقييد. الزاني نقول أنه مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن فاسق بكبيرته. وفي النفي ما نقول الزاني ليس بمؤمن، لأنه هذا الكافر الإسلام، نقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. نعم، هذا مذهب جمهور أهل السنة، يقصد جماهير أهل السنة، وعلى رأسهم الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دارة نصر منها في جوفها، وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. ودليل ذلك هذا، يعني دوروا الإسلام جعلوا دائرة كذا، دائرة كبيرة ثم في وسط دائرة صغيرة، فقالوا هو الآن إذا كان مؤمن أدى الواجب وترك المحرمات في الدائرة الصغيرة، فإذا زنى خرج من الدائرة الكبيرة إلى الدائرة التي أوسع منها، فإذا خرج من الدائرة التي أكبر منها خرج إلى الكفر. فيكون دائرة الإسلام دائرة، في وسط دائرة صغيرة، وفي وراء الإسلام دائرة كبرى. إذا أدى الواجب وترك المحرمات صار في الدائرة الصغيرة، إذا زنى أو فسق أو سرق خرج من الدائرة الصغيرة هي الدائرة في الإسلام الأوسع، إذا فعل مكفر ناقض مواقف الإسلام خرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيش؟ ها؟ رفع الصوت. الإحسان. نعم، قد دائرة الإحسان تكون دائرة أصغر من دائرة الإيمان، من دائرة الإحسان صغيرة، ثم دائرة الإيمان، ثم دائرة الإسلام، ثم بعد دائرة الكفر. نعم. ودليل ذلك إيش؟ الإحسان يعبد الله على المشاهدة، المراقبة، يعني يراقب ربه. والمؤمن الذي يبدأ الواجب وترك المحرمات لكن ما وصل إلى درجة المراقبة والمشاهدة ودرجة. نعم. ودليل ذلك أن الله تعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نعم هذه الآيات استدل بها أهل القول الثاني الجمهور السلف والخلف على أن ضعيف الإيمان يثبت له الإسلام وينفع عنه الإيمان. وجه الدلالة أنه نفع عنه الإيمان وأثبت له الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. وهذا الإعراب دخلوا في الإسلام من جديد عندهم ضعف ونقص. والبخاري وجماعة يقول لا هؤلاء منافقون. الإسلام الذي يثبت لهم إسلام المنافقين لأن الإيمان والإسلام شيء واحد. سيذكر مرجحات المؤلف رحمه الله مرجحات لإيش؟ يقول بأنهم ضعفاء الإيمان وليسوا منافقين. منها أنه قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني يتوقع لما يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم يتوقع دخوله. ومنها أنه أثبت لهم طاعة قال وإن تطيعوا الله ورسوله. لو كانوا منافقين ما لهم طاعة. ومنها أثبت لهم ثواب. ومنها أنه بين المؤمنين الخلص قال المؤمنين الخلص الكاملين هم الذين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هؤلاء المؤمنون الخلص لستم أنتم كامل الإيمان. ثم قال قل أتعلمون الله بدينكم وأثبت لهم دين. ثم قال يمنون عليك أن أسلم وأثبت لهم إسلام ولو كانوا منافقين ما أثبت لهم إسلام. نعم. فقد قال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد. فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد فلما قالوا آمنا. وتقول لمن ينتظر غائبا لما ويقول قد جاء ايش عندك قال وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد. هذا ماشي نعم. فنقول لمن ينتظر غائبا وتقول قد جاء لما يجيء بعد. نعم هذا المرجح الأول. المرجح الأول مرجحات أنهم ضعفاء الإيمان أن الحرف أنه أتى بلما قال لما يدخل الإيمان في قلوبهم وهذا ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعده. فتقول أثمرت البساتين ولما يثمر بستاننا يعني قرب البساتين أثمرت لكن بستاننا ما أثمر لكن سوف يثمر قريبا. أثمرت البساتين ولما يثمر بستاننا. هنا تقول لما يدخل الإيمان في قلوبكم لم تؤمنوا لا لما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني قرب دخول الإيمان في قلوبكم. فهذا دليل على أنهم دخلوا في الإسلام إلا أنهم لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبهم. ولهذا قال وهذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده. قرب وجود الإيمان وانتظر وجوده ولكنه لم يجد بعده. فتقول لمن ينتظر غائبا هل أتى فلان؟ تقول لما يأتي لما يأتي وسوف يأتي قريبا. هل قدم فلان من السفر؟ تقول لما يقدم يعني وسيقدم قريبا. فأنت نفيت عنه القدوم ولكنك أثبت قرب قدومه. لما يقدم فلان يعني وسيقدم. فكذلك لما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني وسوف يدخل قريبا. هذا المرجح الأول. نعم. فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا بعد بل الإيمان مرجو منتظر منهم. نعم هذا المرجح الأول. نعم. ثم قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم نمثلة شيئا أي في هذه الحال. نعم
فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم فإنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم تكن فيه فائدة جديدة. هذا المرجح الثاني على المراد بهم ضعف الإيمان، أنه قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا، لا يلثكم يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، أي في هذه الحال. وجه الدلالة أنه أثبت لهم طاعة، ولو كانوا منافقين لم يثبت لهم طاعة، المنافق ليس له طاعة، فلما أثبت لهم طاعة دل على أنهم إيش؟ دل على أنهم مسلمون. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم شيئا، إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا لأنكم مسلمون. لو كانوا منافقين لما أثبت لهم طاعة، المنافق لا طاعة له. قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلثكم من أعمالكم، ولا يقول قائل إن المراد وإن تطيعوا الله بعد دخول الإيمان في قلوبكم، لا يقول قائل هذا، لأنه لو أراد طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لا لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. يعني لو قال قائل إن المراد وإن تطيعوا الله ورسوله يعني إذا دخل الإيمان في قلوبكم وأطعتم الله ورسوله أثابكم، هل يمكن أن يفهم هذا الفهم؟ لا، لأنه بعد دخول الإيمان في قلوبهم لا في خلاف، هذا مجمع عليه أن المؤمن يثاب، هذا ما في إشكال، ويكون تكون الآية ما لها فائدة على هذا. لكن المراد أن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال مع ضعف إيمانكم فالله يثيبكم على أعمالكم. فكونوا أثبت لهم طاعة الله ورسوله في هذه الحال دل على أنهم ليسوا منافقين، وإنما هو ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان يثاب على أعماله، من دخل في الإسلام في الإيمان في الإسلام يثاب على أعماله. فالمعنى إن تطيعوا الله ورسوله يثيبكم على أعمالكم ولا ينقص شيء مع وأنتم في هذه الحال، ولا يمكن أن يقال إن المراد إذا أطعتم الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبكم، لأنه إذا أريد هذا صار الآية ليس لها معنى، لأن هذا ما في إشكال، كون المؤمن الذي دخل الإيمان في قلبه وتقوى إيمانه طاع يثاب على الطاعة هذا ما في إشكال. لو فهم هذا الفهم هذا المعنى لو فهم هذا المعنى لما صار الآية فائدة، ولما صار المعنى فائدة، يعني يقول إن تطيعوا الله ورسوله أيها المؤمنون الكمل فالله يثيبكم على أعمالكم، هذا معلوم. فالمراد إن تطيعوا الله ورسوله وأنتم في هذه الحال قبل دخول الإيمان في قلوبكم، قبل دخول الإيمان الكامل فالله يثيبكم على ذلك. فأثبت لهم طاعة وهو مع نفي الإيمان الكامل عنهم، فدل على أنهم مسلمون وليسوا منافقين كما يقوله الإمام البخاري وجماعة. يقول فإذا قيل لهم المطيع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة، يعني لو كان المراد أن المطيع يثاب إذا دخل الإيمان في قلبه وتقوى الإيمان في قلبه لما صار للآية فائدة، وكلام الله منزه عن أن لا يكون له فائدة، وإنما الفائدة تظهر فيما إذا أريد للطاعة طاعتهم في هذه الحال قبل دخول الإيمان الكامل في قلوبهم. وإن تطيعوا الله ورسوله أيها الأعراب في هذه الحال قبل دخول الإيمان في قلوبكم لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا، فلما أثبتهم طاعة الله ورسوله دل على أنهم مؤمنون إلا أنه ضعفاء الإيمان وليسوا منافقين كما يقول أهل القول الأول. نعم، إذا كم راح من مرجح؟ مرجحين، الأول أن أعتبر حرف لما، والثاني أنه أثبت طاعة الله ورسوله، وسيأتي أيضا المرجح الثالث. نعم، وأيضا في الخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل الإيمان في قلوبهم وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا،
فلو لم يكونوا في هذه الحال في هذه الحال متابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. نعم، هذا المرجح الثالث أنه لو أريد وإن استطاع الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبكم لكان هذا خلاف مدلول الخطاب. مدلول الخطاب، الخطاب لمن؟ لهؤلاء العرب. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ثم قهض لهم فقال إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فأهل القول الأول يقولون إيش؟ يقولون هذا الطاعة يكون بعد دخول الإيمان في قلوبهم. يقول المؤلف لو كان هذا لكان خلاف مدلول الخطاب. الخطاب موجه لمن الآن؟ وجه لهم وهم في هذه الحال. قل لم تؤمنوا أيها العرب ولكن قولوا أسلمنا وإن تطيعوا الله يثبكم على أعمالكم. فالخطاب موجه لهم. فلو قيل إنها أن الطاعة تكون بعد ما يدخل الإيمان في قلوبهم لصار خلاف مدلول الخطاب. صار الخطاب موجه إلى لهم في هذه الحالة، ما موجه لهم في هذه الحالة. صار الخطاب غير موجه إليهم، إنما موجه إليهم بعد ذلك بعد دخول الإيمان، وهذا خلاف مدلول الخطاب. هذا المرجح الثالث. نعم. وبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إيش؟ وبين ذلك أنه وصف المؤمنين نعم الذين أخرج هؤلاء منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان. هذا المرجح الرابع. المرجح الرابع أنه بعد أن أخبرهم بأنهم ضعفاء الإيمان بين لهم أوصاف المؤمنين الكمل الذين حققوا الإيمان، فقال انظروا أوصاف المؤمنين الذي حققوا الإيمان ولستم منهم. من هم؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يشكوا وجاهدوا بالمال وجاهدوا بالنفس أولئك هم الصادقون. أنتم لستم صادقين، ضعيف الإيمان قال ليس بصادق الإيمان، وهؤلاء هم الصادقون. كما قال في الآية الأخرى أولئك هم المؤمنون الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء المؤمنون الذين حققوا الإيمان. وفي الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الجامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا هؤلاء كملوا الإيمان. فالله تعالى يقول لهم انظروا كاملوا الإيمان، انظروا الذين حققوا الإيمان، هذه أوصافهم وأنتم لستم منهم. هذا دليل رابع أو مرجح رابع أن الله بين وصف المؤمنين الكمل الذين حققوا الإيمان وأخرجهم منهم. الأعراب خرجوا من هذا الوصف. هذا وصف المؤمنين الذين حققوا الإيمان ولستم أيها الأعراب منهم، لمن لم تصلوا إلى هذه الدرجة، أنتم ضعيف الإيمان وهؤلاء حققوا الإيمان وكملوا. نعم. وهذا نعت المحقق للإيمان لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان. نعم، مثل الأعراب وغيرهم معهم أصل الإيمان لكن ليس معهم كمال الإيمان ولهذا عصر. نعم. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا. لا بد تكمل الآية حتى يأتي موضع الشاهد. أولئك هم المؤمنون حقا. نعم لا بالصراف أولئك هم المؤمنون حقا. كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. نعم هذا الشهد أولئك هم المؤمنون حقا. كما أن الشهد السابقة أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء الذين حققوا الإيمان وصدقوا في إيمانهم. وأنتم أيها العرب لم تصلوا إلى هذه الدرجة. أنتم في أول الإيمان. لم تصلوا إلى كمال الإيمان. نعم.
وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. نعم، هؤلاء المؤمنون الكمل. نعم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وأمثال ذلك. نعم، هؤلاء نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم مثل الأعراب. نعم، المؤلف رحمه الله قرر بهذا مذهب الجمهور، وأن هؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام ليسوا منافقين، ولكن إيمانهم ضعيف، فلهذا نفي عنهم الإيمان الكامل، وإن كان معهم أصل الإيمان الذي يصح بإسلامهم. الإسلام لا بد لهم إيمان صحيح، فالمسلم لا بد يكون مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا الإيمان المصحح. الإيمان المصحح لا بد منه الذي يصح الإسلام، لكن الإيمان المكمل هذا هو المنفي عنه. الإيمان الكمال المحقق منفي عنه، والمثبت لهم أصل الإيمان، والمنفع عنهم كمال الإيمان وتحقيقه. نعم، ولهذا المؤلف رحمه الله بعد هذه الوجوه سيبين الخلاصة. نعم. فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار. يعني الإيمان الذي نفي عن الأعراب قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا، هو الإيمان الذي نفي عن الفساق الزاني فاسق. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. فالأعراب الإيمان الذي نفي عن الأعراب هو الإيمان الذي نفي عن الفساق. الفاسق ينفع عنه الإيمان. هل هو كافر؟ لا. الزاني كافر؟ ليس بكافر. السارق كافر؟ ليس بكافر. إذن لماذا نفي عنه الإيمان؟ نقول نفي عنه الكمال. لكن عنده أصل الإيمان ولا ما عنده؟ عنده أصل الإيمان الذي صح في الإسلام، هو كافر، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك العرب أثبت لهم أصل الإيمان ونفي عنهم كمال الإيمان وتحقيقه. نعم. بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان. نعم. ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. نفي هذا الإيمان الإشارة تعود إلى إيش؟ إلى كمال الإيمان. نفي كمال الإيمان، نفي كمال الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر. فالحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الذي نفي عنه ما هو؟ كمال الإيمان. هل يقتضي الكفر؟ ما يقتضي الكفر، إنما الذي يقتضي الكفر هو نفي أصل الإيمان. نفي أصل الإيمان هو الذي يقتضي الكفر، أما نفي كمال الإيمان لا يقتضي الكفر، بل يقتضي ثبوت أصل الإيمان. نعم. وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ونعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا، فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار. وهذا وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار. ها؟ خلوده وروده ما يستوجب دخول النار. نعم. وله من الكبائر ما يستوجب وروده دخول النار. لا وروده دخول النار بدون وروده ما يستوجب دخول النار. هذه النسخة محققة ومع ذلك فيها أخطاء. نعم. ما يستوجب دخول النار. وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، وهذا مما تنازع فيه مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. يعني المؤلف رحمه الله يقول بتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع،
لأن هذا الموضع موضع اشتباه. وجه ذلك أن الخوارج لما سلموا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قال هذا لا يزن الزاني حين زيه مؤمن كفروا، قال نفي عنه الإيمان لكفره. اشتبه عليهم الأمر، اشتبهت عليهم النصوص، ولم يجمعوا بينها ولم يوفقوا إلى الجمع بينها. وأما المرجع قال لا، هو كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، هدى الله السنة والجماعة فجمعوا بين النصوص وعملوا النصوص من الجانبين. المؤلف رحمه الله يقول وبتحقق تحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع. أي موضع؟ الموضع اللي في نصوص أثبتت الإيمان، أثبتت الإسلام لقوم ونفت عنهم الإيمان. ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محض في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الكمل. وش يكون؟ يعلم أنه قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين حققوا الإيمان. يصبح المؤمن ضعيف الإيمان. ليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء الذين حققوا الإيمان. وليس من ولا من الذين قيل فيهم أولئك هم المؤمنون حقا كما في سورة الأنفال. فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، ولا هم من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل لهم طاعات ومعاصي. كم يكون؟ أربعة أصناف. كل الناس أربعة أصناف. الصنف الأول منافقون، أربعة أصناف هذه كلها داخلة في مسمى الإسلام. أربعة أصناف كلهم يطلق عليهم اسم الإسلام، وهؤلاء ضعفاء الإيمان قسم من هذه الأقسام الأربعة. القسم الأول المنافقون، المنافقون يثبت لهم الإسلام وينفع عنهم الإيمان. القسم الثاني الصادقون المؤمنون حقا، وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، قال الله فيهم عنهم أولئك هم الصادقون أولئك هم المؤمنون حقا. القسم الثالث الذين يدخلون الجنة بلا عذاب بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد وخلصوه ونقوه من شوائب الشرك والبدع. القسم الرابع مؤمن ضعيف الإيمان، له طاعات وله سيئات، له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات، معه من الإيمان ما لا يخلد به في النار، ومعه من الكبائر ما يسود بدخول النار. هذا هو الذي وصف به الأعراب والزاني والسارق أنه في عنه الإيمان، قل لم تؤمن ولكن وأسلمنا لازم الزاني حين يزني وهو من. هذه كم صنف الآن؟ أربعة أصناف كلهم داخلهم في مسمى الإسلام غير الكفار. والكافر القسم الخامس، الكافر ظاهرا وباطنا، هذا مستقل كافر ظاهرا وباطنا، ليس بمؤمن، لا يعني أعلن كفرا ظاهرا وباطنا، يشمل اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس والشيوعيين والملاحدة جميعا، كلهم دول أظهروا إيش؟ أظهروا كفر. هذا صنف واحد، الكافر ظاهرا وباطنا. بعد ذلك أربعة أصناف كلهم داخلون في مسمى الإسلام. الصنف الأول المنافقون، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، ولهذا قال لا هم منافقون. الصنف الثاني الصادقون في إيمانهم، المحققون لإيمانهم، وهم الذين المؤمنون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهم الذين حققوا التوحيد. الصنف الرابع من له طاعات وحسنات وله معاصي وسيئات، فيكون ضعيف الإيمان، معه أصل الإيمان وليس معه كمال الإيمان، معه من الإيمان ما لا يخلد في النار كالكافر، عنده إيمان يمنعه يخلد في النار، بخلاف الكافر ما عنده إيمان يخلد في النار، وله كبائر يستوجب بها دخول النار، لكن تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب ولكنه إذا عذب لا يخلد، وقد يطول مكثه في النار على حسب الجرائم، لأن تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من أهل الكبائر، مؤمنون مصدقون لكنهم دخلوا النار بالمعاصي كبائر، هذا مات على السرقة، مات على الزنا من غير توبة، مات على عقوق الودين، مات على التعامل بالربا، مات على الرشوة، وبعضهم يطول مكثه حتى إنه يخلى كالقاتل، لكن والمراد بالخلود طول المكث، يمكث مدة طويلة ولكن لا يخلد. فالخلود خلودان، خلود مؤبد لا نهاية له
هذا خلود الكفرة، والثاني خلود مؤمد له أمد ونهاية، وهو خلود بعض العصاة الذين اشتدت جرائمهم كثرت جرائمهم وفحشت كالقاتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قاتل ما هو كافر إلا إذا استحلف، إذا رأى أن القاتل حلال كفر. كذلك المرابي تعامل بالربا ضعيف الإيمان إلا إذا قال الربا حلال، فقد الربا حلال كفر. فهذا القسم الثالث هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، وهم الذين قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا. معهم أصل الإيمان الذي يمنعهم من الخلود في النار كالكفرة، ومعهم كبائر يستوجبون بها دخول النار كالعصاة. يقول المؤلف هذا القسم يسميه بعض الناس الفاسق الملي. الفاسق الملي ما معنى الفاسق الملي؟ الفاسق الذي داخل في ملة الإسلام مثل الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي والقاتل، هذا يسمى الفاسق الملي. وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، تنازع الناس في اسمه وحكمه الناس عموما. فأهل السنة يسمونه مؤمن ناقص الإيمان، والخوارج يسمونه كافر، والمعتزلة يسمونه خرج في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، والمرجئة يسمونه مؤمن كامل الإيمان. إذا تنازعوا فيه، منهم من يقول مؤمن كامل الإيمان، ومنهم من يقول كافر، ومنهم من يقول في منزلة بين المنزلتين، ومنهم من يقول ضعيف الإيمان. كم طائفة؟ ها؟ 14. الخوارج انتهى الإيمان، خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، يسمى فاسق، هذا المعتزلة. وهذا العاصي. والمرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة، هذا المرجئة المحض. وأهل السنة والجماعة مؤمن ضعيف الإيمان. أربع، تنازعوا في اسمه وفي حكمه، هذا في الاسم. وفي الحكم أهل السنة يقول تحت مشيئة الله، الخوارج يقول مخلد في النار، المعتزلة مخلد في النار، المرجئة يدخل يخلد في الجنة، يدخل الجنة من أول وهلة. إذا تنازعوا في اسمه وحكمه. نعم. وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. عرفنا النزاع في الاسم وعرفنا النزاع في الحكم، أربعة أقوال في الاسم وفي الحكم. نعم. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. نعم، الخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. متى ظهر؟ في عصر الصحابة، في عصر الصحابة بعد قتل أمير المؤمنين عثمان، خرج جماعة، خرجت الخوارج وكفروا علي وعثمان، وقالوا أنتم حكمتم الرجال في كتاب الله، كفروا علي وعثمان هذا الخوارج. وأصل الخوارج خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عدل يا محمد، إن هذه قسمة ما ولد بها وجه الله. ولما سيأتي يذكر المؤلف، ولما استأذنه خالد رضي الله عنه في قتله قال اترك، سوف يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم من الصلاة. إذا قديم رأي الخوارج، قديم أصله منشأه على عهد النبي، متى ظهورهم؟ بعد قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، خرجت الخوارج. ثم بعده جاءت المرجئة، جاءت المرجئة والمعتزلة، فتكون أول الفرق ظهور نعم خوارج. والشيعة أيضا كذلك، الغلاة صاروا في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه والسبئية، وغلوا فيه وقالوا أنت الإله، قالوا أنت الإله، تخد لهم خدود حفر في الأرض وأججها نارا وألقاهم فيها وهم أحياء من شدة غيظه عليهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة مولاه وألقاهم في النار وهم أحياء من شدة غيظه عليهم. وإن كان هذا اجتهاد من الأمير المؤمنين عثمان، والصواب أنه يقتل ولا يعذب في النار إلا ربنا كما فعل، لكن من شدة غيظه عليهم وحنقه واجتهد وأحرقهم بالنار. فلما ألقوا في النار زادوا بعضهم في الشرك وسجدوا له وقالوا هذا هو الإله، هذا دعوا أنه الإله في النار، نعوذ بالله. زادوا بعضهم، أسأل الله السلام والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، سلقهم في النار فسجدوا له وقالوا هذا الإله الذي يعذب بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنه لو كنت مكان أمير المؤمنين لقتلتهم بالسيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار، لكن سهل
الصديق رضي الله عنه في حرب المرتدين أبو بكر حرق بعضا من أهل الردة، وكذلك خالد بن وليد حرقهم بالنار اجتهاد، ويحتمل أن النص ما بلغهم أو أن النص بلغهم ولكن اجتهدوا رضي الله عنه شدة غيظهم عليهم. لا في الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. نعم. سنقول فصل. لما قتل أمير المؤمنين فصل عثمان بن عفان، عندك فصل؟ هذا من تصرفات المحقق والأصل النسخة ما فيها. نعم نعم. سنقول لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى العراق. هذا من شاء الخوارج، من شاء الخوارج الذي وخلافهم في قضيتهم في الإيمان، في الإيمان والكفر. نعم. وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهم وذكر حكمهم. يعني بعد ما وقعت الجمل وبعد وقعة صفين خرجت الخوارج، والخوارج مذهبهم مذهب فاسد مذهب باطل. ما هو مذهبهم؟ تكفير الناس، تكفير المسلمين بالمعاصي، من فعل معصية كبيرة كفر عند الخوارج وخرج من الإيمان، فهذا في الدنيا يعاملونه معاملة الكافر، إذا زنى قالوا هذا كفر، إذا سرق كفر، إذا تعامل بالربا كفر، إذا عق والديه كفر، إذا أكل الرشوة كفر، إذا اغتاب كفر، إذا نم كفر، يكون كافر، يقتلونه يستحلون دمه وماله، يأخذون ماله، وفي الآخرة حكمه مخلد في النار كالكفار. هذا مذهب خبيث. إذا في الدنيا يكفرون ويستحلون دمه وماله، وفي الآخرة يخلد في النار. خرجت المعتزلة بعده، المعتزلة وافقوهم في أنه يخلد في النار، لكن خالفهم في الدنيا، قالوا في الدنيا ما نسمي كافر، صحيح خرج من الإيمان لكن ما دخل في الكفر، يقول خرج من الإيمان لأنه دلت على أنه خرج من الإيمان، ولم يدخل في الكفر لأن ما عنده نصوص تدل على أنه يكفر. فقالوا في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، سمي فاسق، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. وفي الآخرة وافق الخوارج في التخليد. وأهل السنة ماذا يعملون؟ ماذا يقولون؟ والمرجئة قابلهم، قالوا مؤمن كامل الإيمان، لو فعل جميع الكبائر والمنكرات ما يضره ما دام أنه مصدق، اللي هم مرجئة الجهمية، بل هو مؤمن كامل الإيمان يدخل، وفي الآخرة يدخل الجنة من أول وهلة، في الدنيا ما يتضره المعاصي، وفي الآخرة يدخل الجنة. أهل السنة هم الطائفة الرابعة، صار أربع طوائف الآن، قالوا هو مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، في الدنيا ضعيف الإيمان ولا يقتل كالكافر، لكن يقام عليه الحد، إذا زنى يقام عليه الحد، إذا سرق يقام عليه الحد تقطع يده، ضعيف الإيمان لا يعامل معاملة الكفار ويعامل معاملة الفساق، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، فلا حال خطر. نعم. وإذا عذب دخل النار ما يخلد، لا بد أن يخرج في النار ولو طال مكثر، ويطال مكتب بعض الوصاة يطول مكتب، لكن له نهاية يخرج، ما يخلد إلا الكفر. أظن الآن اتضح المذاهب في الأربعة في حكم إيش؟ المؤمن الفاسق في الدنيا وفي الآخرة. نعم نعم. تفضل. المباحث هذه مباحث دقيقة، يعني مباحث دقيقة الآن فإنه ما مشينا، لكن مهم، هذه أصول تكون أصول عندكم تثبت إن شاء الله، لأن المسائل دقيقة جدا وخطيرة في نفس الوقت. يعني بعض الناس يسلك مسلك الخوارج وهو لا يشعر، وبعض الناس يسلك مسلك الجهمية وهو لا يشعر، بعض الناس يسلك مسلك المعتزلة، لا بد يكون مسلم عنده عنده تحقيق في هذا المقام، يعتمد على النصوص، يجمع بين النصوص، يعني النصوص من كتاب وسنة الرسول يعمل بها من الجانبين. الخوارج ما يعملون إلا ببعض النصوص، يعملون بنصوص الوعيد وأغمضوا أعينهم عن نصوص الوعيد فكفروا العصاة وخلدوهم في النار. المرجئة يعملون ببعض النصوص، قال نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، فصاروا يقولون إن المؤمن كامل الإيمان وهم يدخلون من أول الإسلام. أي نصوص الوعيد أغمضوا عينهم عنها، أي نصوص الوعد عند الخوارج أغمضوا عينهم. أهل السنة وفقهم الله، أخذوا نصوص الوعيد فصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد وصفعوا بها وجوه الخوارج فأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعيد فاحتجوا بها على أن المؤمن يضعف إيمانه، ونصوص الوعد احتجوا بها على أنه لا يأخذ من الإسلام، فخرج مذهب السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا للسائل سائغا للشاربين، من فرث الخوارج ودم المرجئة. نعم.
السائل يقول: ما رأيكم في كتاب المعلوم في علاقة الحاكم بالمحكوم، وهل تنصحون بقراءته وتوزيعه؟ هذا الرسالة هذه اسمها المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أسئلة أجاب عليها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، إعداد أبي عبد الله بن إبراهيم آل بليطح الوائلي. هذه الرسالة أنا قرأتها، وهي هي أسئلة موجهة لسماحة الشيخ رحمه الله، وأجاب عنها في مسائل في تتعلق بالحكم فيما أنزل الله ومسائل أخرى كثيرة، ثم أضاف عليها بعدها بعد نهاية الأسئلة أقوال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، في بعضها مأخوذ من كتاب الإيمان. قال: إن الناس قد تنازعوا في ولي الأمر الفاسق والجاهل. وبعد ذلك أيضا قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الواقعين: هذا فصل عظيم النفس جدا، وقع بسبب الجهل بغلط. وهذا نقل عن المقيم رحمه الله. ثم بعد ذلك قول العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله على قول حديث تميم الداري: نصيحة لله ولكتابه ولرسوله والمسلمين وعامتهم. ثم نقل عن قول أبي بكر الآجري في الشريعة، نقل عنه في مسائل في حكم الأئمة وولاة الأمور. ثم نقل عن الشوكاني في السيد الجرار في الأئمة. كله قرأته، كله يعني لم يأتي الكاتب بشيء من عند نفسه، وإنما نقول كلها العلماء. فأنا أوصي بقراءته وتوزيعه. المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أسئلة أجاب عنها سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن رحمه الله. بعدها نقول للعلماء الشيخ السام وابن القيم وابن رجب الحنبلي والشوكاني وغيرهم، فهي رسالة لا